طبعا احنا بنقول للاحتلال الاسرائيلي اغلق قديش بتقدر، قديش بتقدر تسكر على نابلس سكر، شعب نابلس شعب جبار، عرين الاسود مش راح تخضع للاحتلال، وراح نكون احنا كلياتنا شعب نابلس وفلسطين كنا مع عرين الاسود، وراح نركنهم درس ما عمروش ينسوا بحياتهم. طبعا الاغلاقات سكر قديش بتقدر عمي، واحنا نابلس شعب جبارين وراح نكون مع المقاومة، واحنا مع المقاومة. احنا طول عمرنا الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية متعودين على الحصار، وشعبنا الفلسطيني دوما متعود على الحصار، هذا مش اشي جديد. طبعا هذا الحصار بكسرش عزيمتنا، طبعا عزيمة الشعب الفلسطيني قوية وشعبنا جبار، وان شاء الله ربنا بنصرهم بنصر اخواننا المقاومين بكل انحاء الضفة. وكل التحية لشعبنا الفلسطيني الصابر الجبار على هاي الافعال. على الفاضي، لا هو ردعه ولا التسكير ولا الإخناق على تجارنا ولا على مدينتنا، لا بيكسر عزيمتنا ولا بيرجعنا للخلف. والله احنا الشعب الفلسطيني طول عمره يعني متعود هذا الحكي، والإغلاقات يعني ما بتأثر فينا يعني، واحنا مع المقاومة. هي من ناحية عن تخدع الشعب الفلسطيني بتخدعوش، في العكس بتزيدوا لحمة الشعب الفلسطيني. هاي الإجراءات اللي بيعملوها الناس يعني مر عنهم أشنع من هيك وأكثر من هيك، وعادي يعني إشي طبيعي بالنسبة للحصار والأشياء هذه. الناس ما بهم الحصار أصلا، لأن الشعب الفلسطيني ما ظلش عنده إشي اللي يعني خاف عليه يخسره أصلا. اللي يقول يعني الشعب الفلسطيني شو يعني خايف؟ الشعب الفلسطيني لو إنه بموت نصه مستعد يضحي في نصه بس يخلص من هذا الاحتلال.